بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني من دروس القدرات من كتاب من هنا نبدأ القدرات. موعدنا اليوم مع نظرية فيثاغورس، مثلث فيثاغورس المشهور طبعا. لو الضلع ده ألف والضلع ده باء، الوتر مثلا نسميه جيم، فإن القاعدة بتقول إن جيم تربيع بتساوي ألف تربيع زائد باء تربيع. لكن احنا مش هنستخدم القاعدة دي كثير، احنا محتاجين حاجة مهمة جدا تسمى ثلاثيات فيثاغورس. ايه ثلاثيات فيثاغورس؟ ان لو انا عندي مثلث فيثاغورس المشهور ده ابنه الاصغر، اللي هو لو الضلع ده 3 4 5، في حاجة يعني جميلة هنا، ان لو ضعفنا الضلع ده وضعفنا الضلع ده وضعفنا الضلع ده، يطلع برضه مثلث اخر من مثلثات فيثاغورس المشهور. ضربنا في 2 كل الأضلاع يدينا 6 8 10. يبقى أنا عندي، لو أنا جالي في الاختبار أو مسألة إن في ضلع 3 وضلع قائمة آخر 4، فإن الوتر هيكون 5، أو إذا كان الضلع 6 و8 فإن الضلع الآخر هيكون إيه؟ 10. مفيش داعي طبعا أنا أحسب كتير في الاختبار، 6 8 10 مشهورة جدا، وتلاتة وأربعة وخمسة. حتى لو ضربت في 3، لو ضربت الضلع ده في 3 هيدينا ضلع آخر طوله 9 و12، والضلع الثالث على طول هستنتج إنه هو 15. في ثلاثيات كثيرة لفيثاغورس، لكن أشهرها اللي إحنا قلنا عليها 3 و4 و5 و6 و8 و10، وكمان فيه كمان يعني ممتازة جدا اللي هي 5 و12 و13. دي أكثر الثلاثيات المشهورة. في طبعا ثلاثية برضو ممكن تتكرر معانا، اللي هي ضلع يكون 7 و24 و25. طيب لا ننسى برضو في نظرية فيثاغورس ان احنا بنتكلم عن استراتيجيات الحل السريع في القدرات، اللي هي استراتيجيات القدرات. طبعا احنا كان عندنا كتاب جميل جدا انا ادركت فيه اهم استراتيجيات القدرات، في كتاب استراتيجيات الحل السريع في مسائل القدرات. ننتقل الى التمارين. التمرين الاول بيقول مثلث قائم الزاوية اضلاعه 6 و8 و10، ومستطيل مساحته تساوي ضعف مساحة المثلث، فإذا كان طول المستطيل 8 فكم محيطه؟ محيط المستطيل. طيب الآن عندي حل حسابي، بس هيطول وما عنديش وقت إن أحل الحل الحسابي. أحد طلابي الممتازين قال لي يا أستاذ، إذا كان المستطيل مساحته تساوي ضعف مساحة المثلث، يعني كأن أنا عندي مستطيل داخله إيه؟ داخله المثلث، لأن المثلث نص المستطيل، يبقى بالشكل ده كده هو ده الايه المثلث المقصود. إذا كان ده المثلث، المثلث اللي عندي اللي هو مساحته تساوي نصف مساحة المستطيل، أو المستطيل المساحة تساوي ضعف مساحة المثلث. لو كان أضلاع المستطيل الضلع ده كان 6 مثلا زي ما هو قال، وده 8، طيب أكيد طبعا الضلع ده اللي هو الوتر اللي هو كام؟ اللي هو 10. هنا أنا عايز أجيب محيط المستطيل. طبعا هنا بيقول فإذا كان طول المستطيل 8، أنا حطها زي ما انتم شايفين، حطيت الطول إيه؟ 8، وعلى طول العرض هيبقى كام؟ 6، لأن المستطيل والمثلث في بينهم علاقة. في حل آخر، في حل حسابي، بس الحل ده في ذهني طريقة الرسم أو استراتيجية الرسم المسألة جميل. المحيط برضه فيه قانون سهل جدا للمحيط، بنقول لجميع الأشكال جميع المضلعات المحيط هو مجموع الأضلاع. إذا كان الضلع ده 6 فإن الضلع طبعا ده التاني هيكون 6، إذا كان ده 8 هيكون ده 8، مجموع الأضلاع أجمع 6 و6 12 و8 و8 16، هيساوي الجواب 28. الجواب هيكون هو الجواب رقم ألف. نشوف التمرين التاني. بيقول هنا معين طول قطريه 10 سنتي و24 سنتي، أوجد محيط المعين. المعين ومعطيني القطرين. عشان أجيب محيط المعين محتاج طول الضلع. في هناك استراتيجية اللي أنا قلت عليها وخاصة في الهندسة تستخدم، اللي هي رسم المسألة. إيه رأيكم إن أنا أرسم معين، والمعين ده أحط فيه القطرين؟ آدي لو خدنا شكل هنا وليكن شكل المعين، والمعين أضع فيه القطرين. ادي القطر الاول
وادي القطر الايه؟ طيب وبعدين طبعا من صفات المعين وخصائصه ان هنا الزاويه طبعا ايه، ان القطران متعامدان ويتقاطعان في منتصفيهما او ينصف كل منهما الاخر. يعني لو ده 10 يبقى ده 5 وده 5، ولو ده 24 يبقى ده 12 وده 12. طب انا عايز اجيب طول الضلع، طب ما ده المثلث فيثاغورس المشهور 5 12. طبعا مفيش داعي طبعا ومفيش وقت ان انا احسب باستخدام نظريه فيثاغورس اربع الضلع واربع الضلع واجمعهم على طول، يبقى 5 12 على طول الضلع بتاعي هيكون كام؟ اه فعلا احسنت، هيكون الضلع 13، يبقى ده 13. واذا حبينا نجيب المحيط فهو المحيط هيكون مجموع الاضلاع، او لان اضلاعه متطابقه المعين يبقى 13 اضربها في 4 هيدينا طبعا 52، واختار الجواب اللي هو رقم د. شوف تمرين اخر، مثلث متطابق الضلعين أطوال أضلاعه 10 و13 و13، فكم تكون مساحته؟ طبعا معروف إن مساحة المثلث نص القاعدة في الإيه؟ في الارتفاع. طب أنا عندي الآن قاعدة، لكن طبعا زي ما أنتوا قلتوا فعلا ينقصني إيه؟ أدي لو تخيلت الشكل ده كده، أدي مثلث متطابق الأضلاع بسرعة أضلاعه، لو حبيت أحط الأضلاع مثلا لو الضلع ده كان 13 والثاني زيه، هنا 13 وهنا 13 وهنا 10. طبعا محتاج ان انا ارسم الايه العمود عشان اجيب الايه المساحة. مساحة المثلث طبعا من القوانين المهمة جدا عندنا، ان مساحة المثلث لو قلت ان اسمها ميم بتساوي نص القاعدة، ولتكن اسمها قاف في الايه في الارتفاع. احسنت. طيب نبدأ في ايه في الحل. الارتفاع صح مجهول، طب ايه الحل؟ طيب هنا من صفات المثلث المتطابق الضلعين ان العمود هنا اللي ساقط ده او اللي نازل بينصف القاعدة، يعني يقسم القاعدة كده الى 5، اصبح الضلع ده 5 والضلع ده كام؟ 5. طب ايه رأيكم في المثلث ده؟ مثلث من مثلثات فيثاغورس المشهورة ومن ثلاثيات فيثاغورس، 5 وده الوتر 13، يبقى طبعا الضلع ده اكيد اصغر من 13، يبقى 5 ايه فعلا 12. طبعا كده خلاص المساحه تبقى جاهزه، يبقى القانون بتاعي هيبقى ميم المساحه هتساوي نص القاعده، بس هنا القاعده كلها، يعني في بعض الطلاب بياخدوا ايه 5، لا نص، لو انا قلت النص يبقى لازم اكتب القاعده كلها اللي هي كام 10 في الارتفاع اللي هو 12، لكن ما اقولش نص 5 نص القاعدة، لا نص القاعدة لو عايز 5 يبقى 5 في 12 على طول او باستخدام ده. طبعا بنأكد على الطلاب ان ممنوع الضرب والدخول في العمليات الحسابية. احلى شيء هنا التبسيط، اقسم على الاثنين فهل 1 10 على الاثنين او 12 على الاثنين احسن، 12 على الاثنين فهل 6، 6 في 10 ب 60، يبقى جوابي هيكون 60 واختار ايه واختار ج. نشوف مثال اخر، مثلث قائم الزاوية طول وتره 10 سنتي وطول أحد أضلاع القائمة 8. يا أستاذ الأرقام بنقول طبعا دي مسائل فعلا مسائل مشهورة جدا. مثلث قائم الزاوية، طيب نشوف كده مثلث كده بسرعة، مثلث قائم أيوه أحد الأضلاع، الرسم بنأكد عليها من استراتيجيات الهندسة الجميلة جدا اللي هو رسم المسائل. مثلث قائم الزاوية يعني أضلاع أحد أضلاعه 8 والضلع ده كان 10، أكيد بدون الدخول في الحسابات إن ده إيه؟ إن ده 6. طب لو حبيت فعلا بدون يعني إن أكون حافظ أو كذا، بعض الناس يقولوا بيعترضوا على الموضوع، أقول لهم سهل، لو حبينا نجيب الضلع ده هناخد الإيه؟ القاعدة بتاعتي اللي هي بتقول ج تربيع بتساوي ألف تربيع زائد ب تربيع، ملاحظة إن ده الإيه؟ ده الج، ونركبها معادلة ونحسب، لكن 6 أنا حافظها كده 6 8 10 على طول على أساس إيه؟ الوقت. عايز المساحة طبعا لسه قايلها من شوية إن المساحة بتساوي نص القاعدة في الإيه في الارتفاع، يعني هتساوي نص ضرب الستة ضرب التمانية، أقسم على الاتنين فيها الواحد، أي واحدة من اللي تعجبني ديت على الاتنين فيها التلاتة، التلاتة في ثمانية يدينا 24 سنتيمتر إيه مربع، وجوابي هيكون إيه ب. هذا السؤال الجميل اللي كان موجود على موقع قياس،
سؤال اليوم في قياس، السؤال الأسبوع في قياس، سؤال جميل. طب تعال نشوف مع بعض هل له علاقة بالموضوع ولا لا. قلت تحركت سيارة فقطعت مسافة 2 كيلو متر شرق، لكن أفضل طريقة هنا هي رسم المسألة. طبعا زي ما احنا عارفين كلنا إن الاتجاهات، لو أنا قلت هنا إن هنا مثلا الشرق، يبقى هنا الإيه؟ الغرب. هنا شرق وهنا إيه؟ وهنا غرب. أكيد طبعا فوق زي ما انتوا عارفين الشمال، وتحت الإيه؟ الجنوب. تمام كده؟ يبقى أنا أرسم هنا 2 كيلومتر. أيوة تمام، 2 خط كده طوله إيه؟ 2 تقريبا. ثم اتجهت جنوبا يعني تحت، قطعت مسافة 4. ما ملاحظة طبعا الجنوب مع الشرق إيه؟ طبعا زاوية 90. مشت كمان هنا إيه؟ 4. يبقى هنا 2، أكتب قدامي كده، وهنا إيه؟ 4. ثم اتجهت غربا وقطعت مسافة 3. غرب نشوف برضه الرسمة المرسومة على الشاشة هنا أمامنا، إن إيه موضحين الاتجاهات اللي عندي. في الاتجاه التاني مشت كام؟ مشت 3، أدي 3 بطريقة أفضل شوية، أدي الإيه؟ 3 مثلا. كم أقصر مسافة مستقيمة بالكيلومتر بين آخر نقطة، هنا هنا طبعا النهاية هنا، وده كام؟ 3. آخر نقطة وبين إيه؟ وبين نهاية طريقها جهة الشرق. طبعا هي جت هنا في البداية وجت متجهة ده الشرق، يبقى هنا ده نهاية الطريق إيه؟ شرقا، اللي هو المنطقة دي. يبقى ده نهاية السير وده نهاية الطريق إيه؟ شرق. هو عايز أي مسافة؟ هو عايز المسافة دي. طبعا هنا الاتجاه ما بين الشرق وما بين الجنوب زاوية 90. إذا كان الضلع ده 3 أو الضلع ده 4، فالضلع ده يكون كام؟ 5. سؤال جميل، واستخدمنا له استراتيجية رسم المسألة، وخدنا له برضه مثلث من مثلثات فيثاغورس المشهورة 3 4 5. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.